يعني صراحة مشروع مشرف جدا، وحابب بصراحة أدخل كمان في المرحلة التانية. احنا اتكلمنا عن المرحلة الأولى كلها، عايزين نعرف برضو إيه المرحلة التانية ليه. يلا نبدأ. احنا بصدد دلوقتي يعني البرنامج بيتصور واحنا هنبتدي تشغيل المرحلة التانية. احنا عملنا رؤية توسعية بعد ما حققنا التجربة اللي احنا عايزينها، شفنا بقى ايه النقط اللي احنا عايزين نقويها وبعض الحاجات اللي احنا عايزين نشتغل عليها عشان تتحسن. فكان اشتغلنا على 3 محاور جديدة. ان احنا فصلنا الاعمار رقم 1، احنا دلوقتي بقى عندنا مستوى للاطفال، مستوى للنشأ مختلف، مستوى للمتميزين من خريجي الدفعة الأولى من مشروع يلا نبدأ. السنة اللي فاتت قامت المنطقة الشمالية العسكرية بتكريم 20 ولد وبنت من المتميزين في الفكر والإبداع اللي ظهروا معانا من خلال 600 طفل وطفلة. دول بالنسبة لنا حلقة الوصل ما بين أفكارنا اللي عايزين نوصلهم للمدينة كلها ولأسرهم. فحبينا إن احنا نهتم بيهم بدم ظهرت منهم مواهب وظهر منهم تميز في الفكر، وهندخلهم برنامج رعاية. برنامج ده هيكون فيه زيارات ميدانية بما يخص محاور التوعية خارج أسوار المدينة في أماكن مهمة في الدولة، بحيث أن هم يفهموا الواقع الحقيقي اللي هم عايشين عليه دلوقتي. بلس طبعا الأجزاء التوعوية اللي احنا هنضيفها، مستهدفين ان الولاد اللي في مرحله المتميزين ان هم يشاركوا جوه الكوميونتي بتاعهم، يعملوا مشاريع تخرج لتجميل المدينه تحت اشرافنا. فدي مرحله المتميزين. اما جدا مرحله النشأ، ودي اللي احنا شغالين عليها، ان احنا بندبك فكر الصناعات الابداعيه مع الولاد دول. ازاي؟ فكره السوفت سكيلز، ان هو يبتدي يفكر او يتعلم سوفت سكيلز، ازاي يبتدي يخطط لحياته، ازاي يبتدي يفكر لمستقبله هيكون عامل ازاي. بندمج فكره الصناعه الابداعيه، ازاي لو حابب يكون رائد اعمال، بدايات كده رياده الاعمال ممكن نبتدي ندرسها له، ازاي يعمل بروجكت ويتكلم عليه، ومهارات العرض. ودي كلها حاجات مهمه، لان ده خلاص داخل مرحله الثانوي وبعدين الجامعه. دي مرحلة النشأ. مرحلة الأطفال احنا دلوقتي بنربط المبادرات الرئاسية اللي بتستهدف التوعية فيما يخص النشأ والأطفال معانا جوه البرنامج بتاعنا، بحيث ان اهل التوعية ييجوا يدرسوا للولاد الجزء التوعوي او يديهم المعلومات بكثافة، واحنا بناخد المعلومات دي نطبق بقى عليها بمشاريعنا الفنية. فدي الرؤية التوسعية اللي احنا ان شاء الله ناويين نشتغل عليها ابتداء من الشهر ده بإذن الله. عظيم جدا، يعني رؤية صراحة شاملة فيها حاجات كتير جدا، يعني انتوا كمان يعني يتعلموهم حاجات وبعد كده تستفادوا بالحاجات اللي انتوا علمتها لهم في المدينة نفسها، في تجميل المدينة، هم يحسوا ان هم عملوا حاجة باللي اتعلموه، فدي حاجة صراحة حلوة جدا. طب كنت عايز اسألك عن يعني مين بيختار مواضيع الورش واللي بتدربوها الأطفال، وازاي بتوصلي معلومات مهمة أو تقيلة شوية لأطفال في سن صغير، مثلا زي اللي هو الإدمان العالم الافتراضي أو التوعية عن التحرش الجنسي، الحاجات دي كلها يعني بتدخلوها الأطفال بشكل عامل ازاي وفي سن قد إيه، ومين بيختار المواضيع؟ هقول لحضرتك، انا في البدايه لما كنت قعدت فتره، انا 6 شهور كامله بكتب البروبوزال بتاع المشروع، بشوف انا لو انا عندي ابن او ابنه عايزاهم يوصلوا لمرحله ان شخصيتهم تبقى ابديتد وعلى الكفاءه اللي انا بتمناها. فلقيت ان اهم حاجه للولاد اللي انا بستهدفهم 3 حاجات: ابني الهويه، يعرف هو مين وعايش ليه وعايش فين، عشان دي حاجه مهمه، عشان الانتماء يزيد فما يخربش الحاجات اللي الدولة اديتها له. ادي رقم 1. رقم 2، محاولة لتعديل الأنماط السلوكية. رقم 3، التوعية بكل ما يدور حواليهم من مصطلحات أو حاجات جوه مصر أو حتى بره مصر، إن أبسط لهم المفاهيم. من خلال ده نزلنا تحت ال3 فئات دول بمجموعة من الموضوعات. السنة فاتت غطينا 20 موضوع يندرجوا بس تحت ال3 محاور دول. احنا بنشتغل as a teamwork. إدارة المدينة ساعات بتحط إيدينا على بعض المشكلات فبنشتغل عليها لما بنلاقي حاجة، بالحوار مع الأسر، بالحوار مع الأولاد، بدأنا نطور أفكارنا حسب الفئة دي محتاجة أو الناس اللي احنا بنشتغل معاهم محتاجين إيه. فاحنا حطينا مجموعة مواضيع في البداية كافتراض إن دي تهمهم، وبعد كده طورنا من خلال الاحتكاك اللي احنا شغالين عليه. يعني مثلا جوه مدينه بشار الخير في صندوق مكافحه الادمان التابع لرئاسه الجمهوريه، بدا اداره المدينه بدات تنسق، لان في مشاريع كتير جوه مدينه بشار الخير، مش مشروع يلا نبدع فقط.
يعني ادعوكم ان انتوا تيجوا تشوفوا الجهد المبذول هناك، لان انا نفسي ما كنتش عارفه ان هو موجود، برغم ان انا ساكنه من مدينه اسكندريه، الا انا ما كنتش اعرف غير شكل المباني من بره. أيوه. ما كنتش اعرف كميه الجهد والخدمات اللي مقدمه من جوه. وده طبعا وانا سعيده بوجودي معاكم ان انا اقدر ابين ده اصلا للناس، ان في ناس فعلا حريصه ان الناس دي تعيش عيشه مختلفه عن البيئه اللي هم جم منها، بمجموعه خدمات كتيره جدا ومنهم مشروع. الصراحه يعني كمان في حاجه لفتت نظري جدا من ضمن المواضيع اللي بتناقشوها، هي تقبل الاخر. يعني دي حاجه بسميها تقدميه جدا او فيوتشرستك زي ما بيقولوا، لانه الموضوع ده لسه مش مطروح قوي حتى في مصر. مبسوط ان هو في مدينه جوه اسكندريه اللي هي العاصمة التانية يعتبر بيتناقش مواضيع زي دي مع أطفال كمان يعني جايين من المناطق المطورة. فصراحة دي حاجة بالنسبة لي يعني أبهرتني. وكمان بتتكلموا عن استدامة البيئة والسستينابيليتي والحاجات دي كلها، فاحكي لي عن المواضيع دي. يعني دي اخر حاجه اكيد هنتكلم فيها لانه للاسف الفقره انتهت، بس انا مش عايز انهي، عايز اسمع منك اكتر لانه الصراحه مبهور. ربنا يخليك. والله انا ادعوك ان حضرتك تشرفنا وتنورنا وتشوف الشغل على الارض وورشنا وبنشتغل ازاي واللي بيحصل ده يسعدني طبعا. واحده من الحاجات الاساسيه العنف ليه بيحصل؟ بسبب ان انا عندي تعصب او اسلوب تفكيري نمطي في اتجاه واحد وحاديه النظره. لكن لما انا اشتغل على النقطه ان احنا كلنا نقدر نتعامل باحترام وان الاختلاف ده طبيعي وعادي وان احنا ممكن نقدر نعيش مع بعض بطريقه فيها كل سعاده من غير ما نخبط في بعض ولا نبقى عنيفين مع بعض، فده كان اساس. لان جزء من مشاكل المناطق دي احيانا بتبقى العنف والجريمه. يعني فعلشان اقدر اخرج منهم الافكار دي، يبقى رقم واحد لازم اشتغل على المينتاليتي في الجزء ده. ان انا وحضرتك رغم اختلافاتنا اللي احنا نشأنا عليها، ان احنا نقدر نتعايش، وده من حقك ان انت تعيش بالطريقه اللي انت تختارها، وده من حقي سواء في الدين او في اسلوب المعيشه. وتقبل الاخر بمختلف اشكاله وانواعه. كنا بنشتغل على المواضيع التقيله اللي حضرتك بتقول عليها دي عن طريق ان احنا بنبسط، بنجيب افلام كرتون او افلام انفوجراف او اي ماده تعليميه بسيطه بنفتتح بيها اليوم بتاعنا. وبعد كده نخش في موضوع حوار بقى، انتوا فهمتوا ايه من اللي بيحصل؟ طب احنا كنا بنتكلم عن ايه النهارده؟ ونبتدي نسمع ونصحح الافكار، وبعد كده بنطبق عليها بالفن حاجه زي الاستدامه. احنا كنا بنعمل مشاريع اب سايكلينج احيانا، بنشتغل فكره الزراعه كنا بندمجها وبنهدي للاولاد نباتات عشان نحسن من نفسيتهم والبيئه بتاعتهم. بنجذبهم لانشطه اوريدي واقعيه. فكل الاهداف دي الفكره كلها ان انا ازاي اطلع مواطن صالح. مواطن صالح، صالح للبيئه اللي هو او المجتمع اللي عايش فيه، وصالح لنفسه قدام. يعني بس هو دي كان كل اللي احنا بنهدف له. يعني اهداف كلها الصراحه يعني حلوه جدا جدا ونبيله جدا. وعشان فعلا نطلع مجتمع صالح، لازم ان احنا ناسس الاطفال او النشأة او المراهقين كويس جدا عشان المجتمع يتظبط ويبقى مجتمع كويس ومشرف زي المشروع بتاع حضرتك. يلا نبدا. حقيقي نورتنا النهارده الاستاذه مروه زكي، عضو هيئه تدريس بجامعه اسكندريه ومؤسس مشروع يلا نبدا. نورتينا حقيقي. شكرا لحضرتك. ميرسي جدا ان انت نورتينا. واكيد احنا مكملين معاكم فهو وهن بس بعد الفاصل.